مرحبا، معلومات طبية مع طبيبة ندى. اليوم موضوعنا بخص النساء أكثر من الشباب. موضوعنا عن مسحة عنق الرحم، باب سمير. هل هي مهمة؟ كيف بتتم؟ ومن متى لازم نبدأ نعملها؟ أول شيء، مسحة عنق الرحم هي أساسية ومهمة لكل البنات والسيدات، لأنها بتكشف عن العديد من الأمراض الفيروسية، وأساساً تكشف عن الأمراض السرطانية يلي بتصيب النساء. أول شيء، مسحة عنق الرحم بتتم عن طريق أخذ خلايا من عنق الرحم عشان نكشف إذا الخلايا هاي خلايا سرطانية أو لا. متى لازم نعملها؟ لازم نبدأ نعملها من عمر 21 لحد عمر 65. البنات يلي أصغر من 21 سنة وأكبر، والسيدات الأكبر من 65 سنة، ما في داعي يعملوها لأنهم مو معرضين لسرطان الرحم. لكن البنات من عمر 21 سنة ل 29 سنة لازم يعملوها كل 3 سنين، لأنها بتكشف إذا كان في سرطان في الرحم أو لا. بينما السيدات من عمر 30 سنة ل 35 سنة لازم يعملوها كحد أقل كل سنة، وكحد أقصى كل 3 سنين. ولازم نعمل تحليل الـ HPV للكشف عن الفيروس يلي ممكن يصيب الرحم للنساء بسبب الاتصال الجنسي، فلازم نعمل تحليل الـ HPV كل 5 سنين للسيدات. تحليل عنق الرحم ومسحة عنق الرحم هي أساسية ولازم كلنا نعملها، كل البنات يعملوها، لأنها بتكشف على الخلايا السرطانية، وكوقاية لإلنا لازم ننتظم عليها مع طبيب مختص ونراجع الحالة كل سنة أو كل 3 سنين. شوفكم بحلقة جديدة مع منصة ميدان.